طيب علاقتك بابنك عاملة ازاي؟ بما ان انت يعني انت طلقتي عندك كم سنة؟ مش هقول لك عشان انت هتعدي ولا حتى طلقتي كم سنة؟ هتعدي لي، ما انت قلتي من شوية انا هعد وهعد وبتاع. صغيرة عشرينات يعني؟ اه طلقت. طيب. عندي 18 سنة. علاقتك عاملة ازاي بيه؟ اصحاب الحمد لله جدا، هو اهم حاجه واحلى حاجه في حياتي الحمد لله. ما قالكيش ماما عايز اخوات؟ ليه الناس اللي عندها اخوات وانا لا؟ لا عمره، لا لا عمره ما قال لي كده. ولا قال لك يا ماما اتجوزي؟ لا. ولا لا لا ولا العكس ما تتجوزيش؟ لا 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 خالص. ولا الموضوع مش وارد اصلا؟ لا لا يعني ما هو مش وارد وعمره ما فكر فيه، ما تطرقش ليه وعمره ما فكر في عكسه. وفكره ان هو الوحيد ما فرحوه على فكره. ما بتطلعيهوش ليه على السوشيال ميديا زي باقي الناس؟ عشان دي حاجه بتاعته هو. انا بشوف ان يعني المفروض ده قرار يتساب للبني ادم اللي هيكبر فجاه يلاقي صوره. ليه انا عامله فيه كده؟ يعني انت مش عاجبك دلوقتي البلوجرز او اليوتيوبرز اللي بيطلعوا اولادهم الصغيرين؟ هم احرار، انا حره وهم احرار. انا من مدرسه ان انا ما ينفعش خالص. بس انت ليكي حق ان الطفل ده مش مدرك انه يختار فعلا انا عايزه اظهر ولا لا. بالظبط. ممكن لما يكبر يتضايق قصدك؟ بالظبط. ايه الصور، ايه الحاجات اللي انت كنت اللي عاملها فيا وايه؟ لا مش صح. و بصي ايوه انه يطلع مثلا مدير بنك او موظف ده ويبقى عنده فيديوهات مثلا بيعمل تيك توكس لا مش دي بس على فكره، اصل عادي مالها تيك توكس كل الناس بتبقى. لا انا مش عايزه اوضح اكتر عشان ما يبانش مين، لكن حاجات هايفه. أيوة قوي بنتكلم على الفكره. ان انا كمان اللي اهم بقى من ده، انا لما بقى احب او حاجه عندي حد عندي على فكره يعني انا اول مره اتصور مع امي يوم وفاه وعزا احمد البدري الله يرحمه، الاستاذ احمد البدري المخرج. انا لما ماما بتبقى موجوده اخش، يا ماما انا شرقيه جدا ما بتحبيش خش اقعدي في العربيه. ما بتحبيش عيلتك في مصحفيين هنا روحي ما بتحبيش؟ لا لا امي ما ينفعش اخليها تتصور ولا بابا، ولا بحس ان انا بغير عليهم. يعني انا اول مره اقول الكلام ده، بس انا فعلا بغير جدا جدا على اي حد مني وعلى اي يعني ما بحبش خالص ابدا ابدا ان هم يظهروا كده، يعني بغير عليهم قوي. او بتخافي عليهم الاثنين؟ لان دلوقتي هتعرضيهم للشهرة، هتعرضيهم للتنمر، هتعرضيهم لكومنت مش لطيفه. بالظبط. طيب دلوقتي